أعرف ماذا مكتوب هناك. هو يقول القرآن كذا والقرآن كذا، إذا أريد أن أقرأ القرآن. فلما رجعت من هذا اللقاء إلى البيت، كان عند أختي ترجمة لمعاني القرآن باللغة الألمانية. فقرأت هذا الكتاب من البداية للنهاية، سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يعني ترجمة المعاني. فلما قرأت هذا الكتاب أمسكني، لأني ما وجدت، وهذا مهم جدا هذه الحجة، ما وجدت كتابا، وقرأت قبل ذلك العهد القديم والعهد الجديد، على وجه الأرض يوصف الله فيه كما يوصف في القرآن. مثلا أنت تجد الآن في العهد القديم في باب كتاب تكوين باب 32 أن الله سارع، يعني مسارعة مع النبي يعقوب وإن هزم. أنت تجد في تكوين 6 باب 6 آية 6 أن الله تاب وحزن وتأسف أنه خلق الإنسان. يعني ليس بعالم الغيب والشهادة، ولكن شوف الآن انظر الفرق بين هذا وبين القرآن. في القرآن لا تجد أي نقص في صفات الله. انظر هذا، الله يسارع مع يعقوب وينهزم، وانظر هذه الآية في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. انظر هذا الفرق. يعني إذا مثلا تكلمت الآن مع نصراني وقل له هل تؤمن بأن الله سارع وإن هزم؟ ويقول لا. إذا وجدت في كتابك الذي تؤمن أنت به هذا النص، هل ترفض هذا؟ هو سيقول نعم. إذن نفتح الكتاب، تفضل انظر. والآن انظر إلى القرآن سورة المائدة آية 16 مثلا، يعني أي هذا أمسكني. ثانيا القرآن، أنا وجدت في القرآن الأجوبة على الأسئلة، هذه أسئلة ثلاثة: من أين جئنا، إلى أين نذهب، وما الغاية في حياتنا. سهل جدا. أولا من أين جئنا وإلى أين نذهب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الغاية في حياتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا عبدته ما الفائدة، فائدة في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة. وفي الآخرة كما قال الله تعالى في حديث قدسي: إني عددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. سهل جدا. ثانيا اليوم أيضا هنا في إسبانيا وفي كل بلدان كثير من النصارى يعني يتركون النصرانية ويصلون إلى إلحاد، يقولون أنا لا أؤمن بشيء. تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يجدون في النصرانية جوابا على هذا السؤال: إذا كان الله جيدا وقادرا على كل شيء، لماذا يوجد الظلم؟ لماذا يوجد المرض؟ لماذا يوجد هذه الأشياء؟ يعني الجواب في القرآن مرة أخرى سهل بسيط يفهمها كل إنسان. أولا هذه حياة الدنيا ليس بحياة الجزاء بل حياة الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والجزاء في الآخرة والعدل في الآخرة. بل الله اختار هذه الدنيا للابتلاء، الظلم، المرض، هذه الأشياء. في دار الآخرة العدل. فاليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن علينا أن نفسر وأن نشرح لهم هذه الأمور لأنها تؤثر كثيرا على قلوب هؤلاء. نحن نريد أن نفتح قلوب كل إنسان في هذه البلدان.
وسبحان الله ثالثا نجد في القرآن أشياء ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام وأي شخص في عهده أن يعرفها. مثلا الآية في القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم مثلا. وفي في 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 سورة النبأ: نعم والجبال أوتادا، الجبال مثل أوتاد، يعني أشياء كثيرة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وأنتم ممكن تعرفون هذه الأشياء، وأنا أوصيكم أن تحفظ هذه الآيات في دعوة مع غير مسلمين، لأنها هي مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. ومن يسمع هذا دليل. كل نبي جاء بمعجزات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما أتيت وحي أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذه كما قلت لكم بعض الأشياء إنما قرأت القرآن أول مرة. بعد ذلك قرأت الكتاب المسمى الكتاب المقدس من البداية للنهاية، بعد ذلك القرآن مرة أخرى، بعد ذلك العهد الجديد مرة أخرى، بعد ذلك لأني أردت أن أعرف الحق. طبعا هذا الكتاب أمسكني، ولكن الشيطان وسوس في صدري قال: انتبه، أنت وجدت في نصرانية تناقضا، ممكن بعد ذلك تجد أيضا تناقضا، إذا انتبه، اقرأ. وقرأت عن السنة ووجدت أدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لكم مثالا: في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العرب ظنوا أم آمنوا أن إذا مات شخص مهم أو ولد شخص مهم تنكسف الشمس، وفي يوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كذابا وقال لهم: انظروا أؤمنوا بي، شوف مات ولدي انكسفت الشمس، ولكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياء. لو كان كذابا لماذا يقول هذا؟ لأن كل هل يستطيع أحد أن يقول لا الشمس ما انكسفت بسبب موت إبراهيم؟ لا يستطيعون. هذا فقط مثال، هناك أمثلة كثيرة. يعني غالبا أنا أتكلم عن قصة إسلامي لمدة ساعة، اليوم نختصر على 20 دقيقة إن شاء الله. وبعد ذلك بدأت أن أصلي، لأني قلت: طيب لا تسلم مباشرة، ولكن صلاة جيد على كل حال. وأيضا مثلا عيسى في الإنجيل متى باب 26 آية 38 ما صلى كما يصلون المسلمون بوجهه على الأرض. كل أنبياء في العهد القديم والعهد الجديد حتى الآن في كتاب محرف يصلون هكذا، إلا نبي واحد يرميا. تعرفون كيف كما صلى؟ هكذا رفع يديه، فلا أحد يصلي هكذا، ولا أحد يصلي هكذا، ولا أحد يفعل هكذا من هذه الحركات. لأن يعني الإسلام دين الفطرة، دين الحق، وكل هؤلاء أنبياء كانوا على ملة الإسلام. الحمد لله. فبدأت أن أصلي وقرأت عن البوذية ويهودية وأديان مختلفة. وفي يوم من الأيام يعني جاء دائما صديق لنا، أنا كنت ملاكما محترفا آنذاك، فجاء دائما شخص مسلم من أمريكا إلى ألمانيا. جاء شخص
جاء أمريكي من دائما إلى ألمانيا زارنا وذهب مع صديقي تركي إلى المسجد. وفي يوم من الأيام جاء هذا الأمريكي اتصل بي تركي صديقي التركي فقال لي يا بيير اليوم أنا لا أستطيع أن أذهب معه إلى المسجد، من فضلك وصله إلى المسجد. فدخلت المسجد صليت تحيات المسجد لأني عرفت هذه الأشياء كلها، يعني عرفت الفاتحة وكل الله أحد وسورة العصر ولكن ما أسلمت يعني، ولكن صليت. وجلسنا في المسجد فجاء إلي رجل مغربي فقال لي هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك؟ فأنا فكرت لأني يعني في الواقع ما أسلمت بعد، ولكن في هذا